بوسعد الهامل حتى أعطينا الإنشاء الغرائي حل هذا المشروع المزدوج ليربط بلدية الهامل مع بلدية بوسعادة، وهذا كان يعني حلم المواطنين اللي انتظروه يعني سنوات، واليوم أعطينا الانطلاق الإشارة لشروع في إنجاز هذا المشروع يعني المزدوج هذا المشروع اللي رايح يسهل حركة يعني تنقل المواطنين وكل المتنقلين عبر هذا الطريق. ولا ننسى المشروع الكبير الضخم الذي هو يعتبر مشروع القرن بالنسبة لكل بلديات الجنوب، وهو الطريق الازدواجي الذي يربط بين مدينة بوسعادة ومدينة الهامل، الذي هو سيفك العزلة على بلديات ولاية بوسعادة.